أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا قال هذا فراق قال هذا فراق بيني قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويلي سأنبئك بتأويلي سأنبئك بتأويل ما لم سأنبئك بتأويل ما لم سأنبئك بتأويل ما لم تستطع سأنبئك بتأويل ما لم تستطع سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت أما السفينة فكانت لمساكين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ وكان وراءهم ملك يأخذ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.